أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على حل مشكلة رسالة تظهر في بداية إقلاع ويندوز 7. نلاحظ أن الرسالة هي على الشكل التالي: 0xc0000e9. طبعا الرسالة التالية ظهرت لي في أحد الحواسب عندما كنت أقوم بصيانتها، وظهرت في بداية الإقلاع قبل الوصول إلى الويندوز. بحثت عنها في محرك البحث جوجل وظهرت لي نتائج كثيرة. أغلب الذين قالوا في حلها قالوا أن الويندوز يحتاج إلى ريبير أو إلى صيانة، ولكن فعليا لم تكن هذه هي يعني الحل الناجح أو الحل الجذري لهذه الرسالة. نعم، قد تعالج المشكلة، ولكن سوف تعود هذه الرسالة بعد فترة للظهور، لأن سبب هذه الرسالة هو قطاع تالف في الهارد ديسك، هو تلف أحد ملفات النظام. يعتقد البعض أن تلف هذا الملف بإعادة الربير أو الصيانة لهذا الملف تماما سوف يتم الإصلاح وسوف يصعب عن الملف، ولكن بعد فترة ما زال مكان الملف تالف على الهارد ديسك، وبالتالي سوف يعود الملف إلى الفقدان وسوف تظهر رسالة من جديد، وبالتالي نحن بحاجة إلى إصلاح الهارد ديسك، إصلاح القطاع التالف بالهارد ديسك وليس إلى ربير. طبعا أحد الأشخاص ذكر، وهنا ملاحظة مهمة جدا، ذكر أن في الربير سوف تصلح، إن لم تصلح في الربير أعد تنصيب ويندوز من البداية، يعني فرمت جهازك، أعيد فورمات الجهاز، وهذا أيضا خطأ، فأنت فرمتت الحاسب واحتجت لوقت طويل وأهدرت وقتك وأضعت وقتك في الفورمات، وبعد الفورمات وتنصيب البرامج سوف تظهر لك رسالة الخطأ بعد شهر أو شهرين أو أيام. بالتالي أنت بحاجة إلى هذا البرنامج الذي يسمى HDD Regenerator بغض النظر عن الإصدار، وهو برنامج إصلاح القطاعات التالفة في الهارد ديسك، إصلاح الباد سيكتور، وسوف أضع في وصف الفيديو تحت هذا الفيديو رابط لفيديو شرح هذا البرنامج وطريقة إصلاح القطاعات التالفة. طبعا بعد أن قمت بإصلاح القطاعات التالفة، وكان عبارة عن قطاع واحد فقط، تصور أنه قطاع واحد فقط تالف كان في بداية الإقلاع، تم إصلاحه وعاد الويندوز إلى الإقلاع طبيعي، ولم أحتاج إلى الربير ولم أحتاج إلى تنزيل ويندوز من البداية، وبالتالي كانت الأمور محلولة وبخير. إذن رسالة الخطأ التالية حلها عن طريق إصلاح القطاعات التالفة في الهارد ديسك عن طريق برنامج HDD Regenerator أو غيره. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.